بعد أكثر من 300 عام من الاتحاد، الأسكتلنديون يرفضون الاستقلال عن المملكة، وعلى الأقل تأجل الانفصال نحو جيل، كما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. واعترف زعيم حملة الاستقلال في اسكتلندا أليكس سالموند بالهزيمة، وطالب الحكومة البريطانية بأن تفي بوعدها بمنح المزيد من السلطات لإدنبرا بعد أن تعهد زعماء الأحزاب البريطانية الرئيسية الثلاثة بمنح الأسكتلنديين المزيد من السلطات إذا ظلت اسكتلندا جزءاً من المملكة المتحدة. من جانبها عبرت نيكولاي ستروجن نائبة زعيم الحزب القومي الأسكتلندي عن خيبة أملها من الهزيمة في التصويت، في حين هنأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أليستير دارلينغ الرجل الذي تزعم الحملة المناهضة لاستقلال اسكتلندا، ودعا الجميع إلى وحدة الصف والعمل من أجل مستقبل أفضل. أردت أن أهنئ زعيم الحملة المناهضة للاستقلال لأنهم أظهروا للعالم كيف نكون أقوى، وندعو الجميع الآن إلى البقاء معا. سيحصل الاسكتلنديون على المزيد من السلطات في إدارة شؤونهم، كما يجب أن تكون لسكان إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونهم. وفيما يرى محللون أن كاميرون يمكن له أن يفتخر بهذه النتيجة الإيجابية وأن يعتبرها نجاحاً شخصياً له ولحكومته، بعد أن كان لتحذيراته التي وجهها للأسكتلنديين وقعاً إيجابياً في نهاية الاستفتاء. يقول مراقبون إن النتيجة ستنزل برداً وسلاماً على دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك التي تنشط فيها بقوة دعوات الانفصال في بعض أقاليمها، خاصة إسبانيا، حيث يرغب عدد كبير من إقليم كاتالونيا في تنظيم استفتاء تقرير مصير مماثل ترفضه مدريد بقوة. هنا محمد بخشم، العربية.